عاجل، الرئيس سيسي يحرج، مستشار جو بايدن كلمني عن سد النهضة ولن نقبل بالوضع الحالي، وعاجل مفتي مصر يرد على الرئيس سيسي منذ قليل، ومستشار الرئيس سيسي ينشر مفاجأة عن مصدر طاقة تمتلكه مصر لن ينتهي إلى يوم القيامة، وقرار عاجل من الرئيس السيسي ضد مندوب مساعد بمجلس الدولة ننشر التفاصيل، وجامعة روسية كبيرة تمنح أشهر عالم آثار مصري دكتوراه ننشر التفاصيل، وادعوا للإمام الطيب بيان عاجل بشأن الحالة الصحية لشيخ الأزهر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق او 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا، ومستشار الرئيس سيسي ينشر مفاجأة عن مصدر طاقة تمتلكه مصر لن ينتهي الى يوم القيامة. كشف عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس المصري هاني النقراشي عن امتلاك مصر مصدرا هائلا للطاقة لن ينتهي إلى يوم القيامة، وأضاف النقراشي أن مصر تملك مصدرين للطاقة، أحدهما هو أشعة الشمس التي إذا تم استخدامها لن تنتهي حتى يوم القيامة لأنها مصدر مستدام، وأشار إلى أن مصر أفضل شيء لها أشعة الشمس المباشرة والتي يمكن تركيزها على نقطة معينة لتجميع الحرارة، وهي مهمة لإمكانية تخزين جزء منها في صهاريج كبيرة لكي تأتي ساعات الليل وتستخدم في توليد الكهرباء بدلا من استخدام محطات الفحم ومحطات الغاز، وهي توفر الكهرباء بشكل أفضل من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الضوئية. وتابع خبير الطاقة العالمي أن مسألة تشغيل السيارات بهذه الكهرباء تأتي في مرحلة لاحقة ولا زالت في مرحلة الأبحاث. وضح أن الصناعة والمواصلات تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة، وكهرباء السيارات حاليا تعتمد على شحن البطاريات، والبطارية حاليا تعمل لـ 400 كيلومتر، وفي الفترة المقبلة يمكن للسيارة أن تحصل على الكهرباء وهي ماشية في السكة، لكن هذا الأمر ما زال تحت الأبحاث. وضح أن هذه التكنولوجيا مرتفعة التكلفة لكنها مستمرة ومستدامة، وتحويل أشعة الشمس الحرارية إلى كهرباء أمر مستدام ولن تزول إلى يوم القيامة. المصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعاً يعني نعمة كبيرة من ربنا أشعة الشمس لدولة زي مصر. لو لاحظنا ان لو طلعنا فوق شوية هنطلع للدول الأوروبية، معظم السنة عندهم غيوم مفيش أشعة شمس، ولو نزلنا برضو لتحت شوية في الجنوب هنلاقي ان برضو دول وسط أفريقيا او الدول اللي على خط الاستواء يعني معظمها في غيوم برضو على معظم السنة. فمصر ربنا كرمها بنعمة كبيرة جدا، وهي الشمس على مصر على معظم أوقات السنة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الرئيس السيسي يحرج، مستشار جو بايدن كلمني عن سد النهضة الأول. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. وضح أن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل الأزمة. وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي ناقش مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خلال فترة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. الرئيس السيسي أكد مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. وجدد سوليفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري
وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. وقالت الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا، تونس، سوريا، واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. الرئيس السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا الشقيقة، مشددا سيادته في هذا الإطار على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر 2021. أكد في ذات السياق أن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل. مصدر معانا كان من الوطن طبعا، المبعوث الأمريكي اللي هو جيك سوليفان كان جاي يتكلم عن حقوق الإنسان. طبعا الرئيس السيسي وضح أمر مهم وهو موضوع سد النهضة. ما تكلمنيش عن حقوق الإنسان، كلمني عن سد النهضة ومتعلق أيضا بحقوق الإنسان، متعلق بحياة المصريين والسودانيين، متعلق بحياة ما يقرب ل 140 مليون مواطن مصري وسوداني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مفتي مصر يرد على الرئيس السيسي منذ قليل. وأكد مفتي مصر شوقي علام أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة أعطاها المزيد من الاستقلالية الإدارية ومرونة أكبر للقيام بدورها. وخلال لقاء ببرنامج آخر النهار، أشار شوقي علام إلى أن قرار الرئيس السيسي بشأن جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة هو تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها، مشيرا إلى أن هذا القرار قد أعطى الإفتاء المزيد من الاستقلالية الإدارية ومرونة أكبر للقيام بدورها، وخاصة أن الدار قد زادت من وتيرة العمل المؤسسي في السنوات الأخيرة. وقال مفتي مصر إننا نضع في دار الإفتاء خطط عمل وكشف حساب في نهاية كل عام، والدار تستقبل يوميا ما يتراوح بين 3500 ل 4000 فتوى، فضلا عن استقبال الدار فتاوى من الخارج يجاب عنها بلاغات عدة، لافتا إلى أن منهجية الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والقوانين في تلك الدول وقت إصدار الفتاوى من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي ومساعدة المسلمين في هذه الدول على الاندماج الإيجابي والتفاعل مع مجتمعاتهم. وأضاف علام دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة لها دور كبير متجذر في التاريخ ليس وليد اليوم، فهي تعد بيتا للخبرة في الفتوى والإفتاء ليس على مستوى مصر فحسب، ولكن على مستوى العالم منذ إنشائها عام 1895، وتمتلك ميراثا كبيرا في الفتاوى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي. مصدر معانا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وقرار عاجل من الرئيس السيسي ضد مندوب مساعد بمجلس الدولة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس الأربعاء القرار الجمهوري. المصدر معانا كان من الوطن، واليوم السابع أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وجامعة روسية كبيرة تمنح أشهر عالم آثار مصري دكتورة. أقامت جامعة روسيا للعلوم الإنسانية احتفالا ضخما منحت خلاله عالم الآثار المصري زاهي حواس درجة الدكتوراه الفخرية. وأكدت الجامعة أنها قررت منح الدكتوراه الفخرية لحواس لأنه أكثر علماء المصريات في الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى ترميم الآثار وإعادة آثار مصر المسروقة واشتراكه في بناء المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. وأشارت الجامعة إلى أن حواس من أشهر علماء المصريات في العالم أجمع، حيث قام رئيس الجامعة بتسليم حواس شهادتين للدكتوراه بالروسية والإنجليزية.
الجدير بالذكر أن جامعة روسيا للعلوم الإنسانية هي أقدم الجامعات وتتعاون مع 20 جامعة في العالم أجمع، ويوجد بها 9 متاحف أهمها متحف للآثار المصرية. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا الدكتور والعالم الكبير زاهي حواس، طبعا يعني ما نقدرش نتكلم عليه إلا بكل ما هو عظيم، لأنه عالم كبير في المصريات، علوم مصريات. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وادعوا للإمام الطيب بيان عاجل بشأن الحالة الصحية لشيخ الأزهر. أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري. وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وهو الآن بخير والحمد لله. وقال الأزهر الشريف في بيان أمس الأربعاء إن الأزهر الشريف يقدر بكل اعتزاز المشاعر النبيلة والدعوات الصادقة والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. ومن المقرر أن يغادر الإمام الأكبر في بداية الأسبوع المقبل متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان الإيمان والعلم نحو مؤتمر الأمم المتحدة 26 لتغير المناخ في 4 أكتوبر، والمشاركة أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان نحو اتفاق علمي من أجل التعليم في 5 أكتوبر، والذي يوافق يوم المعلم العالمي. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى يا رب الشفاء لشيخ الأزهر الكبير دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وكان معكم أبا نوب أيضا خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.